والآن نتابع كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الجدد الراديكاليين وما إلى آخره وما إلى ذلك. إذن على سبيل المثال لدينا في روسيا الناس يعقدون بكل حرية أساليب للتعبير عن موقفهم من إجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات الروسية، لكن في أوكرانيا الناس الذين يعبرون عن نفس الأفكار هذه التي يعبر عنها الطبقة الليبرالية في روسيا يلقون القبض على مثل هؤلاء الناس ويطلقون النار عليهم. لدينا جزء من المثقفين الليبراليين الذين هم يحتاجون لذلك، لكن هناك في أوكرانيا أي واحد يتحدث عن بحق روسيا يلقين القبض عليه ويطلقون الرصاص ويعدمونهم بالرصاص. فيما يتعلق بالأحكام العرفية فكما قلت يتم الإعلان عنها حالة نشوب عدوان، وأتمنى ألا يحدث ذلك بغض النظر عن بعض التصريحات وبعض الدوائر الغربية. نعم سمعنا تصريحات حول ضرورة فرض الحظر الجوي حول أراضي أوكرانيا، هذا الأمر مستحيل حقيقة، هذا الأمر مستحيل في أراضي أوكرانيا، فقط من قبل الدول المجاورة يمكن أن يحدث هذا الأمر. أي تحرك في هذا الاتجاه سوف ننظر إليه كمشاركة في عمل عسكري من قبل دولة سوف تهدد طائراتنا وعسكريين، وسوف ننظر إليهم كأعداء بغض النظر عن عضوتهم في منظمات دولية أو تحالفات دولية. فلذلك أتمنى أنهم يدركون هذا الأمر ولن تصل الأمور إلى هذا المستوى. في هذه العملية العسكرية الخاصة التي تجري حاليا في أوكرانيا لا يشارك إلا العسكريين المحترفين من الضباط ومن العسكريين المتعاقدين، لا يوجد هناك أي عسكريين مجندين من الخدمات الإنزامية، لا يشارك في هذه العمليات إلا الرجال الذين قاموا بخيار بهذا الخيار واتخذوا هذا الخيار الباسل وهو الدفاع عن الوطن، ويؤدون هذا الواجب بكل رجولة وبسالة. وهذا الأمر أيضا يتعلق بمن يتم استدعائه لدورات تدريبية لا نخطط للقيام بذلك. نعم بالطبع سوف يتم تنظيم دورات تدريبية للعسكريين، ولكن ليس من أجل إرسالهم للمشاركة في النزاع في أوكرانيا أو في العملية العسكرية التي تجري في أوكرانيا، بل لدينا ما يكفي من قوة ومن وسائل لاستخدام الجيش المحترف في هذه العملية. فيما يتعلق بسير العملية نفسها فيمكنني أن أقول أن هناك أحاديث كثيرة القيل والقال حول ما يحدث، لكن جميع المحللين يرون أن ما يجري يحدث بهذا الشكل، لذا لن أكشف لكم سرا، أقول أنه كان بوسعنا أن نتصرف بصورة مختلفة. وهذا جزء من الإجابة عن سؤالكم، يمكن فقط تقديم المساعدة لجمهورية دونباس في خط التماس وتعزيزها من خلال جيشنا، لكن في هذه الحالة من الجانب المعادي الذي يحصل على دعم لا نهائي من قبل الغرب، والذي نرى أن هذا الدعم بالذخائر يستمر، دعم بالذخائر والمعدات والإمدادات. فهيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع استخدموا أو اتخذوا قرارا مختلفا من خلال تدمير البنية التحتية العسكرية ومستودعات الذخائر والأسلحة والمعدات والطيران الحربي ومنظومات الدفاع الجوي، فاستعادة أو إعادة جاهزية منظومة الدفاع الجوي
وتدميرها يحتاج إلى بعض الوقت. وحاليا هذا العمل يوشك انتهاءه، ومن هنا يأتي المطلب الخاص بحظر الطيران، وهذا المطلب مرتبط بتهديدات كثيرة فيما يتعلق بالطيران المدني، فلذلك نحن نسير في هذا الاتجاه الذي تحدثت عنه، وهو طريق صائب، وبالإصرار يعمل عسكريون من أجل ضمان أمن المواطنين المسالمين، ولكن للأسف هؤلاء الإرهابيين والنازيين الجدد لا يرحمون الناس، بل يعدمون حتى الأفراد من عسكريهم والعسكريين في قواتهم الذين يرفضون القتال، يطلقون الرصاص على جنودهم أنفسهم، على الجنود الأوكرانيين، وفي كل وحدة عسكرية من القوات المسلحة الأوكرانية يوجد عدة عشرات من النازيين الذين يستخدمون هذه الأساليب القاسية، أي يعدمون العسكريين الأوكرانيين. لكن كما قلت، لن نستخدم المجندين في أثناء تنفيذ هذه العمليات العسكرية الخاصة، وننطلق من أن جيشنا سينفذ كافة الواجبات والمهام المسندة إليه، لا أشك في ذلك ولا لثانية واحدة، وهو ما يؤكده سير العمليات حتى الآن التي تسير وفقا للجدول الزمني الذي وضع لها والذي وضعته هيئة الأركان العامة الروسية. أما فيما يتعلق بالمتطوعين والشباب الذين يتوجهون إلى نقاط التعبئة العسكرية، نشكرهم على حماسهم ووطنيتهم وسعيهم لتقديم الدعم لبلادهم، ولكن حتى هذه الحقيقة أنهم يأتون ويتطوعون كثيرا، لكننا لا نحتاج حاليا إلى مساعدتهم، وأنا على يقين من أننا لن نحتاج إلى مساعدتهم. أقول أمام الكاميرا و أقول لهم شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أيها الشباب. مرحبا سيادة الرئيس. كريستينا شابسكوف، لدي سؤال يقلق الكثيرين. هل يتم استخدام أو يخطط لاستخدام إجراءات اجتماعية لمساعدة الأسر في هذه الحالة، حالة الأزمة، وكذلك أيضا فيما يتعلق بدعم أصحاب العمل، وكيف يمكن أن يؤمنوا أماكن العمل ويدفعون رواتب موظفيهم؟ أولا، جميع المخصصات الاجتماعية سوف نقوم بدعمها، سوف نقوم بدعمها انطلاقا من مستوى التدخل، وفيما يتعلق بالأعمال أعتقد أنه في الظروف الحالية ليس هناك مخرج إلا الحل الوحيد، وهو الحرية الاقتصادية الكاملة للناس الذين يزاولون أعمالهم. فبهذا الصدد اتخذنا بعض التدابير والقرارات التي من شأنها توسعة إجراءات الدعم لدوائر الأعمال، والأمر يتعلق بإزالة بعض القيود المفروضة على الأعمال، وكذلك أيضا تحرير أو لنقل تسهيل وتيسير بعض القوانين المرتبطة بالمعاقبة الجنائية فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية، وخاصة إذا تم التعويض عن الخسائر، وفيما يتعلق بالإجراءات الضريبية، فلقد اتفقنا على أن القضايا الجنائية في هذا الملف لا يمكن فتحها إلا بناء على
الوثائق التي توقعها مصلحة الضرائب.